بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في محلكم وفي ديوانكم، وأنا أعتقد هذه اللحة الكريمة لها عندنا تقدير كبير وتشريف حقيقة، ووجودها بمحلنا أكبر تشريف وأكبر تقدير لنا. يعني لله الحمد، احنا نفتخر في ديوان الوعلان ان لم نستضيف في يوم من الايام اي ناشط او اي نائب كان متخاذل تجاه الكويت واتجاه قضايا اهل الكويت، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. واكبر دليل اليوم نستضيف هذه الجهة الطيبة، وايضا الكرام اللي شرفونا وحضروا معنا في مشاركته. قبل لا نبدا حقيقة في موضوع الندوة، انا ارحب بضيوفنا كلهم والنواب السابقين اللي معنا اليوم ضيوف، على رأسهم العم أحمد السعدون الرئيس الشرعي لمجلس الأمة، وكذلك العم خالد السلطان اللي لا يمكن أن نقفل دوره ولا يمكن أن نقفل مجهوده. وأيضا أثني على أخي الفاضل عبد الرحمن العنجري، وكذلك الأخ بسعود فلاح صواق والدكتور حمد المطر وكل من حضر معنا وكل هذه الوجيه الطيبة. احنا حطينا عنوان الندوة المسير والمصير، وخلال هالكلمتين راح نستعرض مسيرنا كله، محطات راح نمر عليها وراح نعرف احنا رايحين وين، وراح نعرف مصيرنا ورايحين وين. البعض يمكن يردد، وهذا حق المشروع، في اي وجهة نظر يبديها، ليش هالندوات؟ شو الفائدة من هالندوات؟ انا اعتقد الكلمة اذا كانت صادقة واذا كانت معبرة اقوى من اثر الرصاصة لما تنطلق. فهل المطلوب منا كدور كأغلبية أن نحمل أسلحتنا وننزل الشوارع؟ ما أعتقد هذا دورنا، ولا أعتقد هذا المطلوب منا. لكن أنا أعتقد هذه الرسائل اللي نقولها هنا ونقولها في كل مكان من دواوين أهل الكويت وفي كل مكان من ساحات أهل الكويت لها صدى وتوصل. والأمور لا يمكن أن يستمر الظلم يوم، لا يمكن أن يستمر، هذه سنة الحياة، يرضى من يرضى ويزعل من يزعل، هذه الحياة لا يمكن أن تمشي على نسق واحد، وخاصة الظلم وخاصة الفساد وخاصة كل شيء اللي يرضى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستمر. فبالتالي يا أخواننا، لما نتكلم عن وضعنا اليوم، وضعنا يؤلمنا ككويتين كلنا، حاضرة وبادية، سنة وشيعة، احنا مركبنا صغير وسط أمواج كبيرة تلطم في يمين ويسار وسط هذه الأمواج. لكن أنا أعتقد لا يثبت هذا المركب ولا يركده إلا الحكماء، ولا لغة العقل، ما هي لغة العاطفة واتباعها والنفس، وين ما اردت هو النفس امشي معاه. ان اردت ان اضرب هذا المكون ولا هذا المكون، ولا ايضا ثوابتنا الاسلاميه وقيمنا وعاداتنا، ما يمشي مركبنا، بالعكس يكون مصير الغرق. فاحنا لما نتكلم نحذر، ما نريد هذا المركب ان يغرق. الكويت لنا كلنا، من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، ارضنا واللي دفنت اجدادنا وابائنا وحضن الدماء أبنائنا وأخواننا. فبالتالي لا يمكن أن نتردد بقول كلمة الحق، ويجب أن تقال كلمة الحق أنا أعتقد، وهذا دور الأخيار اليوم. إذا السفهاء تصدر المشهد السياسي، أنا أعتقد هناك كثير من العقلاء يقولوا كلمة الحق ويجب أن توصل. أنا بتكلم لما نتكلم عن مسيرنا خلال شقين، وبسلط الضوء على وضعنا الداخلي وأيضا وضعنا الخارجي. وضعنا الداخلي لا يسر ولا يفرح، بكل أسف إن ألقينا الضوء على التنمية وما أدراك ما التنمية، أصبحنا في آخر الركب. الصحة متأخرة عندنا، أرد المستشفيات عندنا، مستشفى جابر لحد الآن اللي يحمل اسم حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه الأمير الراحل أمير القلوب. تكلمنا عن القطاع التعليم والتربية، حقل تجارب أبنائنا، وآخرها أمس الوزن النسبي وجاء الوزير وشطبه، واليوم إذا صدقت الأخبار يتكلمون أن لن يعطوا نتائج الطلبة إلا بآخر العام، بمعنى أن الطالب ما يدري هو ساقط ولا ناجح إلا آخر السنة. تونا ما خلصنا من وزارة الداخلية، ما جفت أقلام وزارة الداخلية بإغصاء كثير من الضباط، الحلقة الوسطى من الضباط، القيادات الوسطى اللي تعبوا عليهم ودخلوهم الكلية ودورات خارج الكويت وبرا الكويت، بدوا يطفشونها. وإحنا نقولهم قولوها بكل صراحة، لا تترددون، قولوا احنا ما نبي جزء مكون من المجتمع الكويتي ابناء القبائل.
ايش حق تخشون رؤوسكم؟ لكن لا يمكن تمشي البلد الا بالحضري والبدوي وابن القبيله والسني والشيعي، هذول اهل الكويت. اما انك بتقصي مجموعه ما هم اثنين ثلاثه تقطهم وراء بالحفره وتنتهي منهم، هذا سواد اعظم من الشعب الكويتي، حاله حال بقيه مكونات الشعب الكويتي. ما تدار الامور ولا تمشي هالشكل. نتكلم على خلافات الاسره، حدث ولا حرج. المحاكم اليوم اللي بين احمد الفهد وبين ناصر محمد، وصلت الامور الى تامر على البلد وعلى رمز البلد، وصلت الامور الى غسيل اموال، وصلت الامور الى نهب ثروات البلد، وصلت الاتهام الى اكبر واكبر واكبر من ذلك. يعني الطق على المكشوف ما هو ستر ولا هو تحت الخطا، واضح. اكثر من المحاكم شيء، اكثر من الضرب بينكم يا ابناء الاسره شيء. اذا كان عندكم خلافاتكم احنا ما لنا شغلها يا شعب الكويت، خلونا بمنا بعيدين عن هذه الخلافات، لكن ما تكون على حساب مستقبلنا وعلى حساب ابنائنا وعلى حساب اهلنا. جئنا ايضا الى الكتل والتيارات السياسيه، ايضا حدث ولا حرج. بكل اسف هناك بعض جمعيات النفع العام وبعض النقابات اللي يفترض لها دور معين ان تقف بصف الشعب، ان تقف مع من اوصلها، نجدها وراء المصلحه الشخصيه، وراء مصالح، وراء لقت، ورنة الدينار تركض. مو هذا دوركم. ونجينا ايضا لبعض بعض الكتل وبعض التيارات ما يكون لها موقف واضح تجاه القضايا اللي تمس اهل الكويت ومستقبل اهل الكويت. لما اعتدي على الدستور، لما ضرب مجلس الامه ونواب الامه، ما شفنا كلمات الحق تقال. وهذا مو دوركم. نسلط الضوء على الوضع البيئي، دكتور حمد المطر ويانا تكلم عن تلوث البحر وحيل النيابه. وين رايحين؟ منين ما نسلط الضوء يزعج؟ نتكلم عن سحب الجناسي؟ سحبت عائلة البرقة 56 نفس لمسؤولين، وأنا أقول مو وزير الداخلية، لرئيس الوزراء وغيره. ما هكذا تدار الأمور. العرب منذ القدم يردعهم شيئين، يا مخافة الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء إلى أي تصرف يقول لا والله أنا خايف من ربي، ما بيعمل لأني خاف من الله. وفي جاهليتهم أن ترى من شداد شو يقول؟ يقول أقضوا طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الثرى. كان عنده عفة وشيمة. أنت تدري 56 نفس اللي سحب جناسيهم من عائلة البرغش أو 58، شنو معاناتهم؟ شنو همومهم؟ تدري عن ضباط سحب جناسيهم؟ تدري عن ناظرات مدرسة سحب جناسيها؟ شنو ذنبهم؟ شنو الذنب اللي سووه؟ لما تجي إلى أحمد الجبر وتسحب جنسيته بأي منطق وبأي أسلوب وبأي لغة قانون؟ لما تجي الى مسعد الخثيه وتسحب هذه العائله الكريمه، شنو الاشياء اللي سندت عليها وتحرمهم حتى من التقاضي الذهاب الى القضاء؟ لما تاتي الى سعد العجمي ونفس العمليه، بس لن يعرضونك بالنهج؟ يا اخي عزمي بشاره، عضو الكنيست اليهودي، اكبر معارض للدوله الصهيونيه، هذه السلطه الوسطى الامه العربيه، ما سحبت جنسيته، وساكن في قطر بعد، مو ساكن عندهم. احنا الكويت، وانا اقولها رساله الى اسره الصباح. اللي حبب الناس فيكم عبد الله السالم رحمه الله عليه، اللي كان يلقب عند اهل الكويت ابو الايتام. اللي حبب الناس فيكم جابر الاحمد رحمه الله عليه، اللي كان يقولون له امير الغلوب. وايضا حاليا حضره صاحب السمو اللي يقال امير الانسانيه. ما تمشي من الامور هالشكل. ولا دوله سوت اللي قاعد تسوونه. لا بلغه القانون، ولا بلغه الاخلاق، ولا بلغه الشيم، ولا بلغه الخيرين كلها اللي قاعد يصير الان. تجرد ناس هالشكل من تعطلهم مره واحده. يعني انا ماني عارف شنو هاللغه وشنو الشيء اللي سندتوا عليه فيه. لاجل انه عارضك ولا قال كلمه ازعجتك، اذا كان انتقص واحد منهم من حق واحد في قضاء يحاكمه، لكن ما نلجا هذا الاسلوب القذر اللي قاعدين يتكلمون الناس فيه. تكلم عن وزاره الداخليه، روح اسحب اللي داست الجنسيه مجلس الامه وداست عليها برجلها، يلا ورونا مراجلكم عليها. روحوا اسحبوا الجنسيه اللي قال على الملك عبد الله كوهين العرب، ورونا مراجلكم عليها. روحوا اسحبوا الجنسيه اللي امس طلع حاط رشاشاته وحاط الكاب فوق وكاتب كلمه عليه، ورونا مراجلكم عليهم. روحوا اسحبوا الجنسيه عن اللي قال الكويت نتمنى ان تكون ولايه ايرانيه. روحوا اللي يعقد المؤتمرات في العراق وفي البصره وينتقد دول الخليج كلها بلغه طائفيه حقيره، يلا اسحبوا الجنسيه عنه. اسحبوا الجنسيه عن اللي يعارض رغبه حضره صاحب السمو في الوقوف ضد بشار الاسد، يروح يحمل شنط الاموال ويدي حق بشار الاسد ويتكلم بالقنوات هناك، والنكره الاخر اللي وياه، يلا ورونا طبقوا القانون. امس محمد الهجاري ليش قال كلمه
قال الله وقال الرسول يحجز وخمسة آلاف دينار واللي يحمل السلاح 2000 دينار؟ وين رايحين؟ تعتقدون هذه تعيد لكم الهيبة؟ هذه تضعفكم وتكره الناس فيكم، ما تعيد الهيبة لكم. اللي يعيد الهيبة احترام الدستور واحترام القانون واحترام كرامات الناس، هذه اللي تعيد الهيبة لكم. أما بهالأسلوب على بالك تخوفون الناس؟ الناس مو كلهم جبناء، وإذا سكت واحد عشرة ما يسكتون. لكن ما نتمنى الأمور، هذه بلدنا. وأيضا التمسك فيكم احنا من أول ناس متمسكين فيه، لكن ما تكون على حساب كرامتنا. ولا تكون على حساب إخواننا. لا تعتقدون اللي يجيكم من شيوخ الجيبات شيوخ الفردات يمثلوننا، ما يمثلوننا. الشيخ الطيب بأخلاقه، والشيخ الطيب اللي يحترم ربعه وجماعته. كل واحد منا يحترم ربعه وجماعته، هو بنظرنا شيخ وأمير. ما في شيخ إلا صباح الأحمد، غيره ماكو أحد. أما أنكم تقعدون يطنطنونكم هذول يمكن أول لو يصير شيء أول من نظركم هم ما يفيدونكم. ما يفيدكم إلا الدماء اللي سالت، أهل الكويت كلهم اللي سالت دماءهم أمس. ما نعرف وين رايحين وين رادين. أضف إلى ذلك نلقي الضوء كذلك على الجانب الاقتصادي، وأنا ما راح أسوف فيه بوجود الأخ عبد الرحمن العنجل والعم أحمد سعدون والعم خالد سلطان. السرقات الآن، النفط أصبح عزبة لشركات معدودة على أصابع. كل المنغصات تبوق هذه فلوس أهل الكويت، وهذه أموال أهل الكويت ومستقبلنا، ويجب أن نلقي الضوء عليه بشكل واضح على هذه السرقات. التم اليوم يكلمني واحد من الأخوة، حتى السرقات صار فيها تفنن، يقول ما غيره تاجر الديزل، يقول اليوم أعطوا أربع شركات عقد لمدة 5 سنوات أو 4 سنوات قدام ديزل وكروسين بسعر أعتقد 55 فلس، ساعدني أبو مشاري إذا أنا غلطان بسعره، لمدة 4 سنوات. حاجة هذه المصانع هي مصانع أصباغ، حاجتها كل مصنع يستطيع أن أو اللي يعطونا 4000 لتر، الآن يعطونا 150,000 لتر، وتخلط بشكل بسيط وتباع ويعاد تكريرها ويستخرج منها الكروسين والديزل، يعني تهريب بس بطريقة أخرى. إلى متى؟ لمتى هالبوق؟ لمتى هالحنفيات؟ وتجون على هالمواطن الضعيف سكين وصلت اللحم. وزير أبو بربرة اللي ما خلصنا منه، وتأتي على هالمواطن بنحط عليك نفقات. طيب الفائض بالبترول لما كان فوق سعر 100 دولار وين راح؟ قولونا، فيدونا، يمكن احنا ما نفهم، لكن قولونا بلغة الأرقام وين راح؟ لما المليارات هذه الكبيرة وين راحت؟ قبل كم يوم يصرح الوزير والله احنا احتمال نسحب من احتياط الاجيال القادمه. طيب وهالفائض هالمليارات هذه وين راحت؟ من عنده؟ من بجيبه راحت؟ باي بند سكنتوها؟ باي مكان حطيتوها؟ اذا ما فادتنا الان بنزول اسعار النفط شو الخانه منها؟ الله يرحمه الشيخ جابر الاحمد لما حط الاستثمارات استفاد منها الكويت مثل هذه الايام. نتكلم ايضا عن الاعلام اللي يفترض الرسالة العامية هي الرسالة الصادقة الشفافة اللي تنقل الحقيقة كما هي، ما تكون ضرب للمجتمع وضرب للأخيار وضرب للرموز وتشويه الصورة على كل صغيرة وكبيرة. ما يصبح هناك خطأ بسيط اللي خلوه أكبر من الشارع نفسه، بينما نشوف اللي مرضي عليهم أبدا أخطائهم ما حد يلتفت لها. أمس يخرج علينا نكرة دخيل على أهل الكويت، خلي يسمعها بالمليان، دخيل على أهل الكويت يطالب بتشريع الخمر وبيعها. إذا كان أنت وابنك صاحب المخدرات وشلتك، هذا طبعكم لأهل الكويت، لا ربع الأخيار، وأهل الكويت ما تلقى في مجالسهم إلا الدلة والزاد الطيب، ما تلقى الخمر بمواعدهم. فلما تطالب ما تكلم بأسامينا، لكن الحق على من يسمى نواب اللي ما فيهم واحد تجرأ وتكلم عنه واردعه. يعني يمكن احنا لما نختلف بوجهات نظر نقول وقف، لكن لما يكون الامر يتعلق بديننا وبثوابتنا لا خير في رجل انا اعتقد ما يتصدى لمثل هذا الامر. ولا شنو هي الرجوله؟ شنو هي الشيمه؟ وشنو هي الشجاعه اذا ما تجلت في مثل هذه المواقف؟ نلغي الضوء بعجاله ايضا على الوضع الخارجي. احنا اليوم وسط منطقه انا اعتقد هي بركان، وغدرنا دوله الكويت الصغيره اللي حافظ عليها حقيقه أهل الكويت كل هذه السنوات، نتمنى أن نحافظ عليها قدام بقيادتها بحكامها. وسط أمواج عاتية كبيرة جدا، الدور الإيراني اليوم اللي قاعد تلعبه إيران، اليد الإيرانية وصلت العراق، وصلت سوريا، وصلت لبنان، وصلت البحر المتوسط، وصلت اليمن، وصلت باب المندب، وصلت مضيق هرمز، وصلت الخليج العربي، وصلت المنطقة الشرقية، وصلت البحرين، وصلت الكويت، وما زلنا نجامل. لا بارك الله في سياسة تكون مجاملتها على حساب أمننا ووجودنا، وآخرها شبكة التجسس
اللي يمكن رديتوهم او طلعوا براءه. يصرح احد الايرانيين او احد المحسوبين على ايران يقول سيطرنا على المنطقه خنقناها اليوم. الخليج العربي ايراني، السفن الايرانيه تجول وتجول فيه وتصول، مضيق باب الهرمز بايدنا بمعنى تصدير بترولنا ما راح نصدره. جهه اليمن بايدنا عن طريق الحوثيين. البحر الاحمر بايدنا، ترتيباتهم مع السيسي وترتيباتهم مع سوريا. لبنان وحزب ابليس اللي موجود هناك واللي امس يحاسب الدكتور الهجاري ليش انه تكلم ويسجن على سبته، ونسوا لما فجر بدوله الكويت. نسيتوا الجابريه؟ ترى احنا ما نسيناها. نسيتوا دماء الكويت؟ ترى احنا ما نسيناها. تفضل ابو عبد الله، تفضل. توزيع الهبات الأخيرة للمزارع، اسمحوا لي هذه في المحور الداخلي أو وضعنا الداخلي، وكان نطبق سياسة يا غلام أعطى 1000 درهم، لا قانون ولا سند نستند عليه، راضي عليك أعطيك، ماني راضي عليك ما أعطيك، وغيرها 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 وغيرها. تؤلمنا إحنا نتكلم، لكن نتكلم لأن نحب بلدنا، لأن قلوبنا صادقة على البلد. يتساءل البعض طيب وبعدين وين رايحين؟ هذا مسيرنا، مصيرنا شنو هو؟ مصيرنا إذا راحت الكويت كلنا رحنا. احنا نقول الكلام هذا، نبي مستقبل لأولادنا، نبي أمان لبناتنا، نبي الكويت دائما في المقدمة ما هي بالخلف، وقلوبنا على الكويت. نبي اللي صار 1990 ما يتكرر، ما يتكرر من أي جهة كانت. نبي الكويت داخليا أقوى الدول، نبي الكويت خارجيا أقوى الدول، لكن ما تأتي بهذه الطريقة. احنا كشعب، ما أتكلم كأغلبية، الأغلبية جزء من أجزاء، أنتم كلكم يجب أن لا نكون سلبيين. كل واحد عليه دور، كل واحد منا دور، إذا صار شيء كلنا مضطر حقيقة، يعني الضرر يحوشنا كلبونا، ما يحوش شخص دون الشخص الآخر. أنا أعتقد إذا حطينا أشياء مطلوبة منا جميعا في وسط هذه السياسة اللي بكل أسف ينطبق عليها المثل السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فأنا أعتقد إذا تكلمنا عن مصيرنا يجب أن نحدد أشياء حتى نحافظ على مصيرنا بعد الله سبحانه وتعالى. قضية الأسطوانة شعب مكاري، هذه ما نبيها، ويجب أن تشطب من قاموسنا. إحنا رجال وشعب فيه خير، رجاله ونساءه، أبناء وبناته، والكويتيين شعب صغير. لكن لما كان نرجع أيضا حتى نشير على المثل، لما كان 1990 أثبت هذا الشعب أصالة معدنه. عبد الله البرغش اللي سحبت جنسيته الآن واللي خليتوه ما تخاذل ولا تراجع، كان من أول الناس اللي دشوا الكويت وحصل على 4 أنواط. مدح لعبد الله برغش، نسأل الله يفرج أموره. هذول الناس صادقين اللي صادقين مع بلدهم. فبالتالي أنا أعتقد يأتي على رأس الأشياء اللي يجب أن نتمسك فيها، ويجب على السلطة أن تخضع لها، إن ما خضعت اليوم تخضع بكرة. هذه سنة الحياة، أنتم أمام الشعب، مطالب الشعب. لا يغركم بعض الجمبازية اللي يطبلوا لكم اليوم لمصالح خاصة، لمناقصات خاصة، يعطونكم صورة مغايرة. ترى ما حد راضي، وفي النفس شيء عند أهل الكويت كلهم، ما زال في النفس شيء عليكم. فبالتالي لا يأتي ذلك إلا باحترام الدستور، هذا العقد اللي حلفتم عليه وحلفنا عليه يوم 1990. عدتم المبايعة ووقف أهل الكويت، ولا فيهم واحد تكلم خارج هذا العقد، وأعلنتوا التزامكم في اليوم، نسفتوه، قطيتوه وراء ظهوركم. تبون هيبة شيوخ؟ ما تجي هيبة شيوخ الشكل، تجي بالاحترام والتقدير باحترام كرامات الناس. العدالة الاجتماعية، أنا أعتقد الرجل المناسب في المكان المناسب. ما هو والله فلان غرد تغريدة ضدنا، تحجر على الناس عقولهم وأراءهم. طبيعة الحياة، إحنا ببيوتنا، أنا أختلف مع ابني في أراء، هو عنده رأي يمين وأنا عندي رأي شمال، تختلف مع زوجتك، تختلف مع بنتك، هذه الحياة. وبالعكس أصلا لما يكون هناك اختلاف وجهات النظر هو التقدم بعينه، وهذه الظاهرة الصحية، وهذا الوضع الطبيعي. تبي الناس صمم بكم؟ لا، مو صمم بكم، ولا تعودوا على شيء، ولا جيتوا حكمتوا الكويت بالسيف والمنسف، حكمتوها بمحبة وتراضي الكويت، وهذه ميزة لكم ما هي ضدكم. المحافظة على المال العام، اللي اليوم نشوف الإسراف والتعدي عليه في كل النواحي، فلان يعطى وفلان يهدى من أموال وخزينة الكويت، وكأن غيبنا السلطة التنفيذية، وكأن غيبنا السلطة التشريعية، وكأن غيبنا السلطة القضائية.
اللي بكل أسف أصبح الناس ينظروا لها بعين الريبة، وهي ملاذنا بعد الله سبحانه وتعالى، لكن بدأت الأنظار تنظر لها بنظرة لا نتمناها، ونتمنى قضائنا دائما يكون في المقدمة. شطبتوهم كلهم وتصدى لكل المشاريع وكل القرارات ديوان أميري، خلاص سكروا بعد وزارات، سكروا شحق حطوا وزارات، حطوا وزير ديوان أميري هو اللي يعطي، هو اللي يوزع، هو اللي يوزع كل شيء. ما تمشي الأمور هالشكل، راضي على فلان عطوه مزرعة، راضي على فلان عطوه، واليوم قضاياهم بشركهم بالمحاكم، عطوهم وقال لهم روحوا بيعوهم بسرعة، ورطوا الثانيين، جو ناس ثانيين اشتروا المزارع، اليوم قضاياهم وياهم، عشان بيحلونها، شوف العمير شوف بيطلع لها تخريجة. ما تمشي الأمور هالشكل، ولا تمشي أيضا لما يتصدى السفهاء للمشهد السياسي، الأمور تمشي بالأخيار حنا ولا غيرنا، لكن الناس اللي لهم احترام، اللي لا دشوا دواوينها الكويت الكل وقف احترام وتقدير لهم، ما يبي منهم شيء، لكن لحسن أخلاقهم، لالتزامهم بدينهم، لشخصياتهم اللي تستحق، لكفاءتهم، ما هو السفهاء اللي يطلعون اليوم. ويكفي سبحان الله، يقول لك يعني أخذ أخذ أخبار القوم من أخذ علوم القوم من أخبولها. شوف اليوم الكلمات اللي تطلع عشان تعرف ضحالة العقل والعقل اللي قدامك اللي قاعد يتكلم. حتى سبحان الله بعض الناس لو كان فاسد داخله ما يطلع فساده للعلن، لكن الله يعبأ سبحان الله لن يكشفه سبحان الله. محاسبة كل فاسد وعمال الكويت اللي نصت عليها كل القوانين وكل دستور نص عليها قبل كل ذلك الله سبحانه وتعالى محافظ عليها، ما توزع مناقصات الشركة الفلانية راضي عنها، ودخل شركة عشان تأخذ المطار، ودخلوا يا شركات وهمية ما تنطبق عليها الشروط حتى ترسي على شركة فلان من الناس اللي فسد البلد بكل أسف والكل يعرفه. ما تمشي الأمور بهذه الطريقة. الحرص على ثوابتنا الإسلامية، احنا شعب مسلم نفتخر بثوابتنا ونفتخر بقيمنا ونفتخر بعروبتنا، فنعتقد المحافظة عليها من الأساسيات، شيء لا يمكن أن نتنازل عنه. ايضا النأي بالقضاء عن كل الخلافات السياسيه، اليوم اقحمتم القضاء طرف في الخلافات السياسيه وهذا الكل قاعد يشوفه، وسائل الاعلام اشرنا لها، لا تكون معول هدم في جدار الوحده الوطنيه، لا تكون يعني حقيقه داعمه للافكار الشيطانيه. الاعلام رساله، والاعلام امانه، والاعلام عمل شريف، ما هو عمل يطلع لنا عميد التعاسة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما سلم من لسانه، يستهزئ به. وين رايحين؟ تجردنا من كل شيء. أنا لا أريد أن أطيل، لكن لفت نظري حادثة وهذه أوجهها لمحمد الخالد، يمكن البعض ينتقدنا يقول، لكن أعلم بعض قياداته واللي أنا كان لي حقيقة موقف معاهم وكلمتهم، كلمتهم لرفع الظلم عن مظلوم. أحد الأخوة كان ولده جاي من ويصيب وطالب جامعة، هو موجود معنا هنا، مرت الدورية يمكن سرعة 200 بغت تدعمه، صدفة يطردونهم واحد، بعد شوي وقفوا عند الشخص، يمكن أبو سعود معي في هالموضوع في الأحصواء، لأنه هو أيضا جزاه الله خير كلم الشخص اللي أنا بقول اسمه الحين. والحين مفاجأة ما راح تعرف أبو سعود، الحين تعرف المفاجأة اللي صار. بعد وقف الولد يسألهم، والولد بطل آسيا بالكاراتيه، قال يبا بغيت تدعموني بغيت تعدموني، كان شبيته الفليشر أقل ما فيها، مسك الشرطي على طول بركبه بنجا، قال ما أركب ما سويت شيء، أنا قاعد أسألك ليش بغيت تدعمني، أنت عسكري أوكي على العين والرأس، بس ليش بغيت تدعمني ويا أربعة طقة تضاربه، هذا يلعب كاراتيه سدح الشرطي، وإحنا ضد قضية طق الشرطي لهني ما عد داخلية ولا نرضى على أمن أنهم أحد يمد يدهم عليهم. النجلة الثانية الثالثة الولد كاراتيه هو ياهم طق، لما جت 12 نجدة جاء ضابط اعتقد من عيال المسباح لو سمحت ركب، قال حاضر ركبوا، ليش قال الموضوع كذا كذا كذا، اخذوا سجلوا القضية في مخفر ميناء عبد الله، بيتوا اول ليلة قال ابو بسيطة ماكو مشكلة، ثاني ليلة قال ما في مشكلة، ثالث ليلة قال ولدي عندي امتحانات بالجامعة، شنو الذنب اللي سواه؟ الولد يصب دم للعلم من راسه الى رجوله، وموثق بتقارير وكاسير رجله كاسير اصبعه عفوا. كلمت السعودي اللواء السعودي، قلت له يا ابو عبد الله الوضع كذا وكذا، قال انا اشوف الموضوع ورد لك خبر. كلمني قال لي هذا معتدي على شرطه، قلت احنا ضد لكن ايضا القانون ياخذ مجرى، الولد عنده امتحان باكر واللي صار الموضوع كذا وكذا وكذا،
قبل الموضوع مو عندي أعلى مني. كلمت الفريق الفهد، قلت لي أبو فهد الموضوع كذا وكذا وكذا. هذه ثالث ليلة بالسجن قاطينا، وأمروا عليه بعشرة أيام بالسجن المركزي، عمره ما دش نظارة. سجلوا له قضية، وسجل الولد أيضا ادعاء بضرب، وجزا الله المحقق اللي كان موجود واللي كلمني شخصيا العازمي في ميناء عبد الله، قال والله ما تستحق قضية، وكتبت لهم هذا رأيي. ما تعدى مشاجرة، لكن هم مخطئين على الشرطة. قلت لي أبو فهد الموضوع كذا وكذا وكذا، قال لي خليني أشوف الموضوع، دق عليه قال لي هذا منحاش، قلت لا اللي منحاش سيارة غيره، وشوف التحقيق وشوف المحقق شنو قايل، تأكد من الموضوع. قال والله ما نقدر. المفاجأة يا أخوان أن الشرطي اللي هو السبب الرئيسي، بس عساس يعرف الأخ وزير الداخلية محمد الخالد يعرف نوعية الغارات اللي تتخذ، وأنا متأكد ليش تكلم فيها مبارك العلان فلاح الصبر. الظلم ما نرضى، والله ما نرضى على أعدائنا قبل أصدقائنا، الله سبحانه وتعالى ما رضى بالظلم. الشرطي نفسه متعاطي مخدرات وسرح بنفس اليوم اللي سجلت قضيته، والأدهى من ذلك لما تعاطى مادة الحشيش، وهذه تقارير الصحافة إذا بتصورونهم موجودة، لما تعاطى مادة الحشيش وسرح تعاطاها داخل السجن، داخل سجن وزارة الداخلية وسرح. هذا كتاب تسريحة بناء عليه. طيب والولد اللي قاعد عشرة أيام شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه لما مواده يسقط فيها بالجامعة تغيب بدون سبب؟ شنو ذنبه لما دخله مع عمر المخدرات والمجرمين؟ ولد عمره 18 سنة، بأي ذنب؟ وبأي أسلوب؟ صدق الأخ مسلم البراك الله يذكره بخير أبو حمود لما قال بكرة ينزلونكم من سياراتكم ويطقونكم. ما تعودوا أهل الكويت على هالطريقة. إذا كنتم تفكرون بعصا عبد الله أحمد، لا راحت عصا عبد الله أحمد. الناس ما هي قنم ولا هي بهايم ولا تهدد بالأمن. الأمن يكون لحفظ كرامات الناس واحترامهم وفق القانون وفق الدستور. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأسف إذا كنت أطلت عليكم، ونتمنى التوفيق للجميع. واليوم أنا حقيقة أسعد وأتشرف أن أقدم ضيوفي، وأول من أبدأ فيهم الأصغر سنا وأخي وحبيبي عبد الرحمن العنجري بدون مقدمات، فليتفضل هذا الفارس.